خطفوني يا باشا، حطوني في الصرف الصحي، شالوني من الصرف الصحي دخلوني في المقبرة من جوه. قاعد بقى واحد بقى ماسك عصاية زي شومة كده، وقاعد ايه انا طلعت براها اخبطك ايه بالعصاية، كل ما اجرب بره يقوم خبطني. طبعا رجلي مش حاسس بيها اصلا لان في حاجة اتقطعت فيها. هم حطوني الاول في المقبرة قبل ما هي تيجي، قبل ما هي تروح ليه وخلاص يعني، بس هم مستنيين بقى ايه الاشارة بتاعتهم. اديتهم فلوس؟ هم خدوا منها هي 5000. كنت قاعد على الفرش بتاع ابويا، كان اعلي صوتك بقى عشان الناس تسمع. كان ابويا كان قاعد معايا في سوق الدوار باباك بيبيع بكتير، بيبيع وانت قاعد وانت قاعد على الفرش بتاعه. هو سابني ومشي من هنا، فانا قلت ايه، كان في واحد تاني قاعد معايا فرش على سبوبة معه فرش وكده يعني، فقلت له هروح اجيب شاي واجي. لسه راح عشان اجيب شاي، قام واحد ببص لقيت واحد خبطني على دماغي. ما تعرفش الواحد ده مين؟ مش كنت اعرفه لسه. الدنيا كانت ضلمه، كانت ضلمه، مفيش حد تستغيث بيه في الشارع. قعدت عندها بس مش حد سمعني، تمام. لان هم لكفتوني اساسا في التوك توك، وقطعوا الستائر بتاعت التوك توك ولفوها على رقبتي، تمام، ولا كتموا حنكي. تمام. كل ما اجي اتكلم يخبطوني يخبطوني. قام واحد منهم خبطني مسك صبعه بقى يجلع في عيني، بقى يحط صباعه في عينك. بيجلع فيها. المهم ايه، كانت رجلي بره، تمام، قعدت احرك برجلي. قام التاني قال له اخبطه في رجلي اخبطه، ونزل بقى بالمطوه بقى ايه كانه بيذبح في جاموسه، قاعد يقطع قطع في جسمي، لا حول في رجلي الاتنين، يخبط فيهم يخبط فيهم بالمطاوي. تمام. المهم خدوني وطلعوا على البلد، خشوا من وسط البلد وقاموا داخلين على المقابر. واحد قال لي خشوا على المقابر عشان ايه، هتلاقي في حد ماشي ورانا ولا اي حاجه. يخفوا الجريمه بتاعت دخلونا على المقابر، رموني في حاجات تحتها شينا كده، ورجع تاني شالوني منها وقاموا رميني في المقبره من جوه. تمام. واحد قال له انا هروح اجيب اسمنت واجي. قال له لا ما تجيبش اسمنت، اسمنت علشان خاطر الفلوس. قال له ما تجيبش بس اسمنت الوقت لما ايه لما نمضيه ونشوف هنعمل فيه ايه. اتفاجأت بقى بواحد الرئيس بتاعهم رن عليه، رن على مراتي، انت فين؟ قالت له انا موجوده. ايه جاي انت فين بالظبط؟ قال لها تعالى في المكان اللي احنا اتفقنا عليه. هي ايه جات له خد، قال لها انت جبت الفلوس كلها؟ قالت له لا انا ما جبتش غير 5000. متفقين من الاول؟ قال لها انا مش متفقت معاك على 10. قالت لها انا مش معايا الا 5. خد ال5 اهم. خد ال5000 منها. طب هتعملي في ايه؟ جات انتوا حرين لو المهم مش يظهر. طب هي بتعمل معاك كده ليه؟ انا كنت يا فندم مسكتها في وضع غير شريف، طيب خلاص مسكتها في وضع غير شريف. المهم ايه، خدتني خدوني قام جرح ايه يعني انت مش عاوزاه؟ قالت لا مش عاوزاه. فواحد بيقول موته، قام قالوا لا احنا عاوزين نستفاد منه، مش عاوزين نموت الوقت لما نستفاد منه الاول. خد التليفون وقام واخد كان التليفون فيه غطا كده، رمى الغطا وخد التليفون. قال له طب انت معاك فلوس؟ قلت لهم لا. المهم فتشوني لقوا معايا 750 جنيه خدوه، خدوا كل حاجه. مش خلوا حاجه لغايه البطاقه خدوه. قال له طب روح هات دفتر شيكات وتعالى. واحد منهم راح جاب دفتر شيكات ويجي. جو انت حكيت لنا في الاول قبل الكلام وقبل ما نتكلم مع بعض ان هم اخدوك في المقابر، تمام، وكانوا بيجهزوا اسمنت عشان خاطر يعني حطوك في عين مفتوحه او ايوه هي العين مفتوحه. دخلوك فيها دي؟ ايوه دخلت في العين من جوه. التفاصيل دي، وهم كانوا حاطينك في مكان فين وبعد كده نقلوك فين؟ هم حطوني في الصرف الصحي، شالوني من الصرف الصحي دخلوني في المقبره من جوه. قاعد بقى واحد بقى ماسك عصايه زي شومه كده، وقاعد ايه انا طلعت براها اخبطك ايه بالعصايه، كل ما اجرب بره يقوم خبطني. طبعا رجلي مش حاسس بيها اصلا لان في حاجه اتقطعت فيها. طب اروح فين؟ مش عارف اتنفس ولا عارف اتحرك. قلت لهم انتوا عاوزين ايه؟ قالوا احنا هنمضيك على الشيكات. قلت لهم امضي ليكم. هم مضيت لهم على دفتر الشيكات كامل، مضيت وبصمت. مضيت وبصمت. قالوا طب مش ليك فلوس بره؟ قلت لهم لا مش ليا فلوس. قاموا غزلني،
قلت لهم ايوه ليا في ليا 2000 جنيه عند واحد عينهم عند واحد. قالوا مين؟ قلت له اسمه واحد اسمه احمد من سمعاه راجل كبير. قالوا كلمه خليه ايه خليه يجيب لنا الفلوس الوقتها. قلت له ماشي. كلمت عم احمد ده قلت له ما هات لي الفلوس يا عم احمد. قال لي ابني مش هنا ومش هعرف اجيلك، لو انت هتبعت حد ابعته ويقابلني. هيقابلك فين يا عم احمد؟ قال هيقابلني عند الجامع عند البيت عنده. قاموا قالوا ماشي. واحد منهم اللي هو اللي اتمسك ده راح جاب ال 2000 جنيه من عم احمد وايجي. يعني حوار ان هم كانوا مجهزين لك المقبره والكلام ده كان قبل طليقتك ما تيجي ولا بعد طليقتك ما جت وقالت لهم خلاص اتصرفوا فيه زي ما انتوا عايزين؟ ازاي مش فاهم. يعني هم حطوك في المقبره لغايه ما اتصلوا بيها هي جت؟ ولا بعد هي ما قالت لهم خلاص اتصرفوا فيه بقى فهم خلاص لا بيفكروا ان هم يتخلصوا منك؟ هم حطوني الاول في المقبره قبل ما هي تيجي. قبل ما هي تروح ليه؟ وخلاص يعني بس هم مستنيين بقى ايه الاشاره بتاعتهم. اديتهم فلوس؟ هم خدوا منها هي 5000. كانوا متفقين على اكتر؟ هم كانوا متفقين على 10 تقريبا دي اللي انا سمعته. ممكن يكون علشان ما مش اديتهم الفلوس كامله سابوك؟ مش عارف بقى بس انا يعني ايه يعني من كتر الدم اللي نزل مني مش بقيت عارف اصلا اعمل ايه. طبعا في ناس تانية اجت برضو اتنين اصحابي واصحابهم في نفس الوقت. يعني هم عارفيني وعارفينه كده غلط كده مش ينفع، احنا لو انتوا عملتوا كده احنا هنعترف عليكم حاجه زي كده يعني. فخافوا بقى اللي هم يدفنوني. فقاموا يعملوا ايه؟ قاموا قالوا احنا نوديه في اي مكان. قالوا احنا نرميه قدام البيت. طبعا واحد منهم قال لا مش ينفع نرميه قدام البيت، ممكن ايه يعترف علينا او هيعرفوا دي من ايه. يبقى خدوني ايه ودوني عند الدكتور تبعهم عند المطافي. يعرفوه يعني؟ قال لهم يعني ما اعرفش اي حاجه. ودوه ايه في اي مكان. كل ما اروح عند مستشفى مش تلاقيها، تلاقوها كلها قافل. قلت لهم مد نزل نيري وانا انت انا مش هقول عليكم. قالوا مش هتقول؟ قلت لهم لا مش هقول. المهم اتعالج لان جسمي كله بيجيب دم. خدوني ودينه المستشفى. كل ما حد يسالني وانا داخلين دي ايه اقول لهم ده حادثه. دخلنا جوه في ما هو قبل وبعدين قبل ما انا اخش عندهم واحد فيهم غزني بالمطوه هنا في في جنبي هنا عشان ما اقولش على مين اللي خبطني. هنا كده زي ما حضراتكم دي يعني في اول دخلة المستشفى. اما الباقي بقى اللي مخبوط ده كله لقيته بقى ايه؟ طب ازاي بقى عرفوا ان هم اللي عاملين فيك كده؟ مين اللي عرف؟ المستشفى عرفت ازاي انا غمست للامين الشرطه. شاورت له بايدي الاول. فهو خد باله. فهم يعني. قال لهم طب اطلعوا بقى عشان الدكتور ايه؟ يكشف عليه. في ايه دي اللي حصل؟ تسمع كده؟ قلت لهم اسم الله. ايه اللي حصل؟ قلت له هم دول اللي خطفوني وعملوا فيا كده. فطلعوا عشان يمسكوا مسكوا واحد والتاني طفش. هو اللي موجود. يعني مسكوه. دي مسكوه. تمام. وبعد كده بقى صعب عليك بقى الرياء كله يعني انت شايف الموت بعينيك وانت انا لغايه الوقت لو مؤاخذة مش عارف اخش الحمام. لا حول ولا قوه الا بالله. مش بعرف اعمل اي حاجه. لا اله الا الله. مش في اي حته في جسمي سليمه الا دراعي بس ده. بس غير كله يعني جسمي يعني كله متقطع. لما يحس ان هو هيموت لما هيحس ان هو هيموت او يعني شايف الموت بعينيه زي ما بيقولوا مدخلينك في مقبره مفتوحه يا فندم. انا اهون عليا اموت يا فندم مش هفضل بالحاله دي. وفي قدامك رمل اهون عليا اللي انا اموت ومش مش هبقى جسمي بالحاله دي. مش في حته سليمه في جسمي. ان شاء الله. دي كانوا مجهزين لك زي ما انت قلت كانوا مجهزين لك التربه جاهزين كل حاجه. كل حاجه. مجهزين لك التربه وفاتحين عين وجايبين اسمنت معاهم. انت حكيت لنا احكي لنا بالتفصيل كده. هو يا فندم حطوا جايبين الاسمنت وكان في طوب ويعني ناويين نية يعني ايه نية موت في شرافة قتل
اه ده هو يعني لو مش الناس اللي اجت اللي هي اللي شافت المنظر ده، كان يعني كنت تقول يا رحمن يا رحيم علي، ربنا بعتهم ليك يعني. ده هم اجت ناجده كده من السماء يعني، هي الناس دي اللي نقصت حياتي يعني معنى صح، وهو ده اللي حصل، مش حصل اكتر من كده. طيب انت تقول لها ايه دلوقتي لو شايفها دلوقتي؟ هقول لمين؟ لطليقتك وكمان حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منها. انا ما قصرتش معها في اي حاجه، في اي حاجه خالص، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. معاك اولاد منها؟ لا، ربنا مش كرمنا باي حاجه والله. يعني سايب ابنك على الفرش، سايب ابني على الفرش، وبقول عامل حادث. اه ايه اللي مشاه؟ يعني قال لك هو عامل حادث. آه ده راي البيت على البطيخ لما اروح للفجر. ففجاه اتصل بعد ما مشيت الساعه 9 ونص 10، التليفون ما يردش. 11 12 استلقيت الخبر، واحد جار راح المستشفى، فبقول ابنك في المستشفى عامل حادث. يعني اتفاجئت انا ووالدته، خدنا توك توك الساعه 12 ونص بالليل في زي النيل، رحنا لقينا ضياء كل حته في جسمه متقطعه. من ايه يا ابني حادث ازاي؟ اتابي في 3 بلطجيه ومراته ومصياهم عليه عشان زعلانه منه. طب اللي تسعه من جوزها توصى عليه تقتله؟ ما هي بقى ماسكها بس خلاص. لا في وضع غير شرعي. لا خلاص يا حاج بلاش، ربنا يسهل العبيد. وبعدين اصلا ما قعدوش معايا شهر هنا في البيت، جوازه 5/7/2018، طلعوا 5/8/2018. اه واديتهم عزله واديتهم كل حاجه، وقلت ربنا يعوض عليا. طيب اتصرفت ازاي يا حاج لما اول ما قالوا لك كده؟ والله استغربت يعني، زعلت وامه وقعدت تعيط وتهرت عشان عدد السكر والضغط. انت لما رحت المستشفى ولقيت لما رحت المستشفى لقيت ضياء في الحاله دي؟ انا زهلت يعني. احنا مش في غابه، احنا في دوله قانون، احنا ما احناش في غابه يعني. هو ما سالتش ايه اللي حصل؟ رجال المباحث، رجال الاسعاف، حكوا لك ازاي؟ حكولي طبعا، اجا طبعا لما حكوا على المنظر اللي حصل ده، ان ناس خطفته من قلب السوق في الضلمه، واحد ضربه بالشوم على راسه، وواحد بالمقص، وواحد بالسكينه، وخدوه يدفنوه في تراب. غير هو صاحي، هو صاحي يعني، خدوه وودوه التراب عشان خاطر ومجهزين له الاسمنت. طب عشان ايه؟ طب ليه؟ عشان يعني مثلا اكون كل واحد يتجوز واحده تغضب من جوزها تعمل في كده؟ طبعا انا ذهلت من المنظر، يعني مش في غابه. يشكر رئيس المباحث محمود بيه، يجي قلت له انت زي ابني واعتبر ده اخوك، واللي يملاه عليك ده ملك عمله. دخل شاف تاثر بالمنظر وقبض على الواحد منهم، وما عرفش بقيه الناس الاثنين اللي طفشوا ومعاهم الست بتاعته دي، قبض عليهم ولا لسه؟ كل الشكر والتقدير كل طبعا. يشكر راي المحترم. والله احنا قاعدين انا وابوه مستنيين واحد في السوق معاه، قال ضياء راح يجيب شاي ما رجعش، فانا مش عارف رقمه. فابوه ضرب على التليفون ادى مغلق او غير متاح، فكم مره يضرب ما حدش برد، فلحد ساعتين كده يعني. الا واحد برن في الشارع بيزعج علينا جارنا، قال في واحد في المستشفى بيقول في ضياء عمل حادث. حدش ابتدى هو في الدوار بايت على الحاجه، بس ايه مش عارفين راح فين. فطلعنا نجري ورحنا لقينا حاله يعني متقطع خالص، جسمه متقطع، محدش يشوف اللي يعني ما يكتبها على حد، ما يكتبها على حد ولا حد يشوفها ابدا.
اتذهلت وقعدت. يعني اتفق ان طليقته كانت سبب في الموضوع ده. بقيت يعني ازاي تعمل كده والعامله دي حاجه كبيره خالص، يعني مش احنا مش قاعدين في غابه للناس ديت او بنت زي دي كده تعمل في شباب زي دي كده تدمر حياته. وقعدت ازعق وقعدت اصرخ وعيط، وحتى امين الشرطه قاعد يطبطب عليا ويقول يا حاجه استنى هيبقى حلو والله هيبقى حلو. اتاريهم ايه قبضوا على واحد منهم يعني. واجا بقى الضابط وتاثر بمنظر ضياء، وانا كنت بقى يعني تعبت يعني وقعدت اصرخ وقعدت يعني حاجه منظر ما تشوف جسمك كان متقطع كله رجلي. العدل مش عايزه الا العدل، احنا ولا عايزين اي حاجه بس هو ربنا يشفيه يعني العدل. لان دي كان منظر موت يعني. لو كان مات مثلا في الجبال تقومي كنت هعمل كنت انا هعمل ايه؟ ايه اللي كان هيعرفني؟ انا مش معلقه تلت عيال ولاد ومجوزاهم كلهم. لازم الناس دي تتعاقب يعني يتعاقبوا يعني. البلد تنضف من الناس دي عشان مش يبقى يعملوا عبره لغيرهم، عشان مش حد يتوصل بالكلام ده.